اكثر مشكله ترى يشتكونها الازواج ممكن انهم كثيرات كلام ثلاثات يعني بمصطلحنا العامي. وانتم يا رجال تشتكي منكم الزوجات انكم صامتين صامتين دائما. اذا لا تطلب من زوجك انها تكون هذه لان هذا طبعها، الله سبحانه وتعالى خلقها كذلك، لكن نطالب الزوجه المتقل من الكلام. انت لا تطلبين من الزوج أن يكون دائما متكلم زيك، الله خلق كذا طبع صامت، لكن يقول يا زوج لا تكون صامت مرة، تكلم يعني ناقش معها بعض الأمور. أما الحل لبعض الزوجات وممكن أغلب الزوجات وهذه مشكلة 90% من الزوجات على مستوى العالم ترى، مسألة الصمت، حتى يتحدث زوجك تكلمي معه بأشياء هو يحبها، لا تجي تجلسين عنده تتكلمين عن المكياج وعن الموضة وعن الأزياء، هو ما يعرف الكلام هذا، يشيل نفسه ويطلع. وأنت كذلك إذا أردت الزوجة أن تسكت حدثها وامدحها واثن عليها حتى هي الزوجة تتكلم تبغى تبين قدراتها تبغى تبين ما عندها، فكلامك لها يهدئها أكثر وأكثر.